أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من جديد لتكملة حلقة اليوم من برنامج نقطة التقاء. نحب نذكر بموضوع الحلقة للي ما تبعناش من بدايتها وانضمنا للمتابعة الآن. اليوم نتكلم عليه ثقافة الحوار. معنا الأستاذ عبد المطلب سالم محمود أبو سالم، عضو مؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة التراث الطرابلسي، وأيضا ناشط في مجال الثقافة ومشارك في العديد من ورش العمل والندوات والمهرجانات الثقافية، وألقى أيضا العديد المحاضرات في مدينة طرابلس. رحبوا بك من جديد أستاذ عبد المطلب أبو سالم في برنامج نقطة التقاء. شكرا لك. قبل الفاصل أستاذ عبد المطلب تحدثنا عن أساسيات الحوار، عن مفهوم الحوار، عن الإنسان المتحاور، من هو الإنسان المتحاور ولماذا نتحاور. الآن خلينا نتكلم شوية لأنواع الحوار. أكيد فيه جملة من الحوارات المختلفة، خلينا نتكلم عليها وربما حتى نستدل ببعض الأمثلة كلما دعت الحاجة إن شاء الله. هو طبعا ما يخفاش يعني كل جنواب الحياة هي تحت مظلة الحوار. حلو. يعني أهمها يعني في وجهة نظري يعني الحوار الفكري، وهذا دائما السائد على طريق حتى في المجتمعات المتحضرة. دائما فيه الفكر الناضج ودائما فيه سلوك المجتمع الحياتي بصفة عامة، فهي دائما بين الفئة والأخرى يحتاج إلى حوار، يحتاج إلى تنقيح، يحتاج إلى نقول إحنا إنعاش. أيضا هناك الحوار الديني، يعني مثلا على مستوى الدولي موجود الحوار بين الأديان. قد نختلف ونتفق مع الأديان الأخرى، ولكن أعتقد مثلا الأديان السماوية مثلا في شيء مشترك، أعتقد اللي هي أن هي رسالات سماوية. مثلا هذا احنا مثلا ننظر للآخر عندنا وجهة نظرنا كما أرشدنا إليه ديننا الإسلامي. ومثلا الديانات الأخرى السماوية مثلا لها وجهة نظرها أيضا باعتبار هي هذا ما تعرفت عليها وما تورثته من كمعتقد بالنسبة لتلك الشعوب. لكن لو تكلمنا محليا استاذ عبد المطلب، ربما احنا كليبيين ربما لا نحتاج لهذا الحوار داخليا. ذكرت ان هذا الشيء الحمد لله بالضبط، القاسم مشترك موجود، الدين الاسلامي هذا شيء، هذا شيء ايجابي جدا كبير. يعني ان تقريبا الليبيين بالكامل احنا على دين واحد، على مذهب واحد، الحمد لله ما عندناش حتى طوائف حتى في المذاهب الإسلامية الحمد لله. يعني هو أحيانا توا هذا جزء من الأعتقد، يعتقد أو من المفترض أن يكون في حوار هو المذاهب أو الفكر الإسلامي، هذا جزء من الحوار الفكري أعتقد. من المفترض أن نكون صرحاء، يعني ما يحدث حاليا داخل التجاذب مثلا في الدولة الليبية هناك حوار فكري إن كان تحت مظلة الإسلام. يعني بالتأكيد يعني في 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 بالتأكيد فيها وجهات اختلاف نظر في الفكر أو في تبني الإسلام، سواء مثلا كإسلام سياسي، كإسلام كدين يمارس معتقد أو كتنظيم للحياة. يعني مثلا جزء مثلا من المجتمع الليبي يطالب مثلا بالتشريع أو الدستور أن يكون مشرع وفق الإسلام. هذا جانب لا يمكن التغاضي عنه. جزء يرى مثلا يريد مثلا الدولة الليبرالية أو مثلا الدولة تكون مثلا علمانية أو الدولة مثلا الدين مفصول عن الدولة، هذا جانب بعض الناس ينادي بهذا الشيء، هذا لا يمكن إنكاره أو إغفاله أو مثلا غض البصر عنه أو مثلا لا هذا تهميش أو إقصاء وما إلى ذلك. فهنا يحدث الحوار نتيجة اختلاف، كلنا مسلمون بلا شك ولكن نختلف في وجهة نظر لهذا الدين الإسلامي. البعض يغالي في التطرف، في العصبية، في ممارسة الدين. البعض يتسامح في المعتقد وفي ممارسة الدين. البعض ممكن يكون إنسان عاصي أو إنسان يعني غير ملتزم بتطبيق هذا الدين. هذه جوانب، هذه الفسيفساء تتواجد. هذا جانب، هذا جانب أحيانا وفرض نفسه حقيقة داخل المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة. وهذا أعتقد هذه ظاهرة عالمية وليست مقصورة الدولة الليبية بصفة خاصة. هذا جانب. حلو. جانب آخر أيضا مثلا نحتاج لحوار اجتماعي في هذا الصدد حاليا. نوضحوا شوي الحوار الاجتماعي أستاذ عبد. الحوار بالتأكيد الحوار الاجتماعي نحن كمجتمع ليبي مجتمع مثلا بسيط. مكوناته عبارة عن مدن متناثرة، البعض ينتمي إلى يعني مدن
البعض ينتمي إلى قبائل، البعض مثلا إلى جماعة عرقية، في 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 تنوع اجتماعي كبير جدا. نعم. هذا لا نستطيع، هذه مكونات الدولة الليبية لا نستطيع أن نغفلها. ندوش ننكرها. صح. بالعكس. أو نجاهلها. الشجاعة هي مواجهة الحقيقة ومواجهة الواقع. نعم. وليس أحيانا التأجيل أو أحيانا عدم استدراك الحقيقة وتشخيص المشكلة في حد ذاتها، هذا يؤدي إلى كوارث لا يؤدي إلى حلول، أو لا يؤدي إلى خروج بطوق أو خروج إلى شيء ممكن ننظر أنه صحي يعني. نعم. للأسف أحيانا البعض يرى أن هذا لا أشياء ممكن لا حتى تطرح للنقاش، بالعكس تشخيص الشيء ومناقشته بصوت عالي هو جزء من الحل وليس الهروب منه. يعني كالإنسان الذي أصابه مرض ويرفض مثلا يعالج عند الطبيب أو يرفض أن يعترف أنه مثلا مصاب بمرض يعني. هذا واقع الحال يعني على مستوى الدولة ولا مستوى المجتمع، المدينة، البلاد التي نحن نعيش فيها يعني. نفهم من كلامك السيد عبد المطلب أن الحوار الاجتماعي لما يكون هناك وفاق اجتماعي أو حوار اجتماعي بناء، عندها ربما احنا كليبيين نتخلصوا من حاجة اسمها جهوية قبلية. صحيح. الأشياء هذه اللي هي انتماءات، احنا الانتماءات القبلية، وهذا على مر السنين كان يحدث يعني، ليس وليد اللحظة، بالعكس هذه تراكمات من قرون، سواء من فجر الإسلام، من حتى أعتقد حتى في العهد الجاهلي يعني كانت النزعة هذه موجودة يعني، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث يعني نهى عنها يعني. لكن الإنسان بطبيعته ينتمي إلى أي مجتمع أو لأي أسرة كبيرة أو حتى الإسلام نهانا عن نحن الانتماءات هذه القبلية. صحيح. والحمية هذه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنها نتنة يعني فعلا يعني. معناها شنو الدافع أو الحافز اللي يخلي بعض الأشخاص نقول إحنا متمسكين بهذا الشيء اللي ربما إحنا هو أحد أسباب إحنا نعتز بانتمائنا طبعاً كل شيء، بس هذا جانب مختلف. نعم. ما يوقفش عثرة أمامنا أو شيء أمامنا لتحقيق أشياء أخرى أو ننهض ببلادنا. في بداية حديثي ذكرت إني لابد يعني يكون فيه مثلاً أشياء تربطنا أو قاسم مشترك. حلو. مثلاً يعني مثلاً أي وطن موجود في العالم قاسم مشترك الدولة. لو ناخذ مثلا مثال مثل الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه عباره عن عرقيات مختلفه تتجاوز الأربعين اثنيه او عرقيه، وهذه تكون دوله اللي هي اسمها الولايات المتحده الامريكيه، هذول جنسيات مختلفه اجتمعوا على الارض تربطهم الدوله في حد ذاتها. الدوله هذه هي الرباط لهم، تنظم حياتهم قوانين، هناك دستور، تشريعات، يعني وضعوا لاسلوب حياتهم منهج معين، والناس عاشت فيما بينها ونقول احنا تعايشت فيما بينها. هذا مثال، هذا مثال يعني. مثال اخر أن نحب ديما شخصيا استشهد او استدل ب تستدلت واستشهد بمثال الولايات المتحده، نحب ديما نستدل او نستشهد بمثال جنوب افريقيا. نعم. هذا ممكن انك عشت فيها يعني. هذه الدوله اللي فيها تنوع كبير عرقي لغوي ديني ايضا، إلا أن صحيح. طبعا جنوب أفريقيا الحالية، ليس نتكلمش على جنوب أفريقيا التمييز العنصري، وهذا مثال بسيط. هذا مثال ممكن ننظر له مثال اجتماعي، حوار اجتماعي يعني اجتماعي. وصلت مرحلة لطريق مسدود جنوب أفريقيا. صحيح. نتيجة النظام العنصري، الفصل العنصري كما صحيح. كان يسمى الأبرتايد، وهذا صحيح. أدى إلى ضروري أن سكان هذه الدولة يتحاور فيما بينهم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من وفاق. فعلا أن من غير حوار ومن غير جلوس ومن غير دولة تتقدم، الدولة تتقدم يعني. ممكن الأغلبية ما يعرفش أنها كانت جنوب أفريقيا تحت عدة عقوبات، طايلة عدة عقوبات دولية، حتى عقوبات دولية نتيجة سياسة فصل بالضبط يعني. صحيح. كانت الاعتراف بدولة جنوب أفريقيا في حد ذاتها محدود. صح. وكانت طبعا كانت فعلا يعني سياستها كانت سياسة الدولة علنية، سياسة عنصرية جدا، وكانت يعني كان في حتى الظلم صارخ داخل المجتمع. إذا أنت أستاذ عبد المطلب تعتقد أن اللي صار في جنوب أفريقيا حوار وطني أم هو حوار اجتماعي أم كلاهما معا؟ أعتقد حوار اجتماعي أكثر منه حوار وطني. اجتماعي. باعتبار أن المشكلة كانت مشكلة اجتماعية بحتة، كانت تمييز عرقي، كان تمييز لمكونات مجتمع لمكونات آخر. كان فيه فصل، هو كما يسمى كان فصل عنصر يعني. صحيح. كان احتكار البيض للدولة وإقصاء السود. صحيح. كويس.
إذا نحن ذكرنا أستاذ عبد المطلب الحوار الاجتماعي، الحوار ربما الديني، الحوار الفكري. هل نعم. الحوار الفكري هل هو نفسه الحوار الثقافي أم في فرق ما بين الاثنين؟ وحب دلالة تعطينا أمثلة حية مثلا. يختلف الحوار الفكري كما ذكرت، يعني أحيانا مثلا الأفكار تتعدد بالتأكيد. نعم. ولكن إن كان أكثر شيء يمس ممكن أقرب شيء للمشاهد الليبي هو مثلا الدين. تسييس الدين في حد ذاته أو الإسلام السياسي أدخلنا في 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 نقول إحنا في نفق مظلم مثلا. لا مش في نفق مظلم، لا مش هذا القصد، لكن أدخلنا في في جانب الفكر متاهة. لا أصبح من المفترض أن الإسلام لا يتجزأ. الإسلام هو كيونة واحدة صحيح. انبثقت عدة أشياء أو عدة مسميات أو عدة نقول إحنا أفكار ونظريات وما إلى ذلك، وأنا ما نتج عنها أيضا حتى من تشكيلات ومن سواء جانب اجتماعي، جانب سياسي، جانب اقتصادي وغيره. يعني نسمع أحيانا حتى مثلا توا مثلا حتى الجانب الاقتصادي أصبح يطغى على الجانب مثلا البنك الإسلامي وكذا كذا. هذا الجانب هذا يدخل فيه فكر معين، مثل مثلا الرأسمالية فكر معين مثلا صحيح. فكرا الحوار الفكري يمس أحيانا دائما الجانب اللي يدخل تحت فكرة التطوير الحياتي، اللي مثلا مش نقول مثلا نظريات، ولكن مثلا يدخل فيه اللي هو نقوله الرؤية ربما السياسية أقرب من الجانب العلمي مثلا. هل تخش فيه أيضا الرؤى السياسية لنظام بالتأكيد حكم في دولة ما؟ بالتأكيد مترابطة. يعني يعني الفكرة في حد ذاتها، يعني مثلا زي ما نناقشوا مثلا بين الرأسمالية والشيوعية. أصبحت الشيوعية من الماضي، وإن كان يعني عدد محدود جدا في الدول العالم من يتبنى الشيوعية، ممكن 2 أو 3 دول بس ما زالت مثلا تتبنى مثلا الفكر الشيوعي أو النهج الشيوعي يعني. ولكن مثلا الرأسمالية مثلا هي اللي طغي على العالم، مثلا هي اللي أصبحت مثلا هي الفكرة السائدة أو أصبحت هي المعمول بها في العالم، يعني معظم دول العالم. هذا جانب، هذا ممكن هذه فكرة ممكن من يخرج علينا مثلا يطالب مثلا يقول لنا نبو حوار مثلا. أيضا الحوار حتى مثلا الجانب الاقتصادي، يعني مثلا يعني بعض المنتديات العالمية التي تحدث مثلا ممكن أشهرها دافوس، هذا عبارة عن حوار هو اقتصادي. بالضبط هذا حوار، يعني بس لابد من وجود نقطة وصل أو تواصل، أو لابد التقاء في شيء معين. العالم يتجادل فيما بينه، ولكن لابد أن يلتقي عند شيء معين في نقطة معينة. ماذا عن الحوار الوطني أستاذ عبد المطلب؟ بصراحة هذا ممكن أعتقد أن أخذ الكثير. أخذ الكثير من النقاش والجدال. وكيف نتوقع أن الظروف اللي يفترض أن تكون متاحة في لحدود حوار وطني بناء أكثر من الظروف الأخرى؟ أهم شروط أهم شروط ليحدث حوار وطني حقيقي جاد، أول حاجة أن تكون المناخ المهيئ أو البيئة العامة بيئة صحية لهذا الحوار، بعيدة عن التشنجات، بعيدة عن الاحتقان، أيضا بعيدة عن التصعيد. هذا جانب. جانب آخر وهو لابد النية، أو النية الصادقة. النية الصادقة شن منبعها؟ منبعها مصلحة الدولة العليا. بمعنى متحاورون أو نحن شركاء كنا في هذا الوطن كليبيون، لابد أن ننظر إلى مصلحة الوطن الدولة العليا. ولابد أن نكون جانب آخر بعيدا حتى لا تخلط الأوراق ولا تخلط المفاهيم. الحوار شيء وإقامة الحق والعدل شيء آخر. هذا جانب تشريعي قانوني مربوط بمجتمع بطبيعة حياة اليومية. كجانب الجنائي أو الجانب تطبيق العدالة. حتى لا البعض الآخر يفهم ممكن الحوار هو يعني عفو الله ما سلف مثلا. ولكن لا، الجانب ما 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 للحق ما للقيصر لقيصر وما لله لله. هذا جانب لابد أن يأخذ في عين الاعتبار. الحوار كالتفاهم على طبيعة هذه الدولة مش مستقبلها مثلا. بمعنى يعني إحنا حتى مثلا بعض الأشياء مواجهة مثلا حتى النظام لهذه الدولة، هل هو ملكي، هل هو جمهوري، هل هو أميري، هل هو عبارة عن ستيت كدولة. هذا إلى الآن مؤجل، يعني حتى ما انبثق بالدستور يعني. أكيد. هذا كشكل على مستوى الوطن. على مستوى طبيعة الحياة مثلا نتفق ونتحاور مثلا
في ما يسير لنا حياتنا، يعني ما هو الشيء الذي مثلا احنا ارتضيناه لانفسنا بحيث ان احنا مثلا نتعايش به فيما بيننا. نعم. سواء قوانين، تشريعات، مثلا العلم، هذا علم الدولة، هذا اتفقنا كنا قريبين، هذا علمنا مثلا، هذا نشيدنا. نعم. هذا مثلا رموز الدولة كلها، مثلا حتى شعار الدولة، مثلا اللوجو، شعار الدولة، رمز الدولة في حد ذاته. نعم. هذه كلها أشياء، هذه تمسنا الاتفاق عليها. نعم. بالتأكيد. نعم. أيضا اللي هو جانب مهم جدا، وهذا ممكن أحيانا أصبح نفتقدوه، وهو إثراء، أو نقولوا إحنا بمعنى النزعة الأنية، أو ما يمكن تسميته، يعني يؤثرون على أنفسهم بمعنى آخر. هل نحن كمجتمع ليبي حاليا نتمنى لغير ما نتمنى أنفسنا؟ أو أصبح عندنا النظرة الضيقة الأنينية اللي هي النزعة الفردية؟ هذا جانب مهم كمجتمع، يعني من المفترض أن يكون مجتمع صحي يتعايش فيما بينه، إن نتمنى فعلا أن الدولة هذه تنمو وتزدهر، وفعلا تخرج من مرحلة السكون ومرحلة التراوح إلى مرحلة البناء والتعمير والتقدم. أستاذ عبد المطلب، هو الحوار الوطني في حد ذاته موضوع كبير جدا، بالتأكيد، وربما تفرد له حلقات ومساحات كبيرة لمناقشة هذا الموضوع. نعم. ولكن بس باش نختم به النقطة الشيء اللي نبي نختم به، النقطة المتعلقة بالحوار الوطني. هل تعتقد بإجابة مختصرة أستاذ عبد المطلب أن القضية الصحيحة باش تحتضن حوار وطني بناء فعال موجودة عندنا احنا في ليبيا كليبيين، موجودة عندنا هذه الأرضية السليمة الصحيحة، ينبت منها حوار وطني فعال بناء، أم ربما التراكمات؟ نعم. العقود الماضية، سواء من تجهيل، من تغييب، من انعدام لحاجة اسمها حوار، هي اللي حتقف عثرة وعقبة أمامنا. ما ذكرت فعلا يمس الواقع. نعم. خلينا نجاوبك بطريقة أخرى. إذا كان احنا ارتضينا. نعم. هذه الدولة أن تكون دولة ديمقراطية. نعم. ودولة فيها فصل السلطات وتسمح بالحريات، فمن المفترض أيضا أن نكون على وعي بتقبل الآخر، وهذا لم نصل. نعم. إلى ما هذه المرحلة من الإدراك أو من ثقافة الحوار. نعم. أحيانا لا نتقبل الآخر، سواء في رأيه، في فكرة، أو فيما ما هو ارتضاه. هذا جانب مهم. طبعا باش نكون، وحتى موضوع هذا فلسطين، على أن يكون يعني فيه ظلم، أو فيه ضغينة، أو فيه أشياء أخرى. يعني أحيانا أنت اختلاف في وجهات النظر بحيث لا تضر شخص آخر، مفهومنا للحرية صحيح أن تمارس حريتك ما لم تضر أي شخص آخر، هذا مهم جدا، هذا في العالم كله متعارف عليه. يعني عندما يقع الضرر على شخص آخر لا تعتبر تعدي وليست حرية، في أي شيء، في مفهومنا، في اليومي، في سلوكنا اليومي. يعني أنت ما تجيش مثلا شخص يعتدي على شخص يقول هذه حرية، هذه أصبح اعتداء يعني بكل شيء، بمفهومه، يعني فيما يتعلق بكل جوانب هذا الشخص. الجانب الآخر وهذا المهم أيضا، هو نحن كمجموعة من البشر تعيش في هذه الرقعة من الأرض، ما هي رؤيتنا للمستقبل؟ هل رؤيتنا للمستقبل إن إحنا وحتى كل الأجيال القادمة، يعني هذا لابد يكون حتى في عين الاعتبار. نعم. يعني نضرب مثلا أمثلة بسيطة، مثلا دولة الكويت ممكن دولة بسيطة، مساحتها كشعب ككل شيء، ولكن هي فكرت وكانت شيء إيجابي إنه وضعت شيء اسمه صندوق الأجيال، أو بما معنى يعني شيء يخزن اللي هو الأجيال. يعني مثلا نضرب، هم قالوا هذه تروة النفط، هل إحنا نستمتع بها لوحدنا، أو مثل الأجيال اللي بتجي بعدنا، هذه شيء مصيحة عنده حق في ذلك. نعم. صحيح، هذه تروة للدولة، ولكن هل يستفرد بها؟ هذا تفكير ناضج جدا حقيقة. يعني نفس الشيء حتى إحنا كحاليا نعيش في هذه الدولة. نعم. ممكن إحنا جيل اللحظة، ولكن حتى في أجيال بعدنا أكيد، يعني ما شاء الله. صحيح. فهني النقطة تطرح نفسها، هل نكون إحنا أنانيين في حاليا ونحن عايشين في هذه الدولة، أو ننظر حتى بعين الاعتبار الأجيال القادمة؟
يعني دائما أطرح السؤال، يعني إنسان غير سوي كيف يرضى لنفسه أنه يعبد في هذه الدولة وهو يربي في صغارة؟ يعني شنو وضع أبنائك أنت في المستقبل إذا كان أنت مثلا تعاق الموضوع البناء، تعاق الموضوع فعلا أن الدولة نقول نضع العرب على السكة وتنطلق. هذا جانب لابد نكون نفكر فيه بوعي ناضج. هناك أيضا شيء آخر وهو مصلحة الدولة العليا. مصلحة الدولة العليا في توابط لابد أن لا يتم التخلي عنها، ولابد تكون يعني حتى كسيادة الدولة في حد ذاتها أمام العالم. يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني صحيح. الموضوع لابد أن احنا نكون فعلا يعني ثروة الدولة، كيانها، أرضها، سيادتها، هذا كله لابد أن تفقه عليه. إذا كان احنا مثلا اختلفنا أو وقعنا في صدام أو وقعنا في اضطراب، من يقوم بهذا الدور؟ صحيح. خلينا نخرج من النقطة هذه سيد عبد المطلب لحوار الوطني، لأن زي ما قلت لك موضوع كبير ويستحق ربما حلقات للحديث عن الحوار الوطني ومتشعب للأسف. يعني خلينا نجي لنقطة الحوار الثقافي. نعم. هني باعتبارك أنت عضو مؤسس والمدير التنفيذي، هذا الجانب يستهويني أكثر. حلو، أكيد. نعم. نفردوا له شوية مساحة. باعتبارك عضو مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة التراث الطرابلسي. نعم. اللي زي ما ذكرت في بداية الحلقة تأسست في شهر أبريل سنة 2012. هذا كان الإشهار طبعا، هي كان في طبعا حوارات قبلها بأسابيع وأشهر. يعني هي الفكرة انطلقت من نهاية عام 2011 انطلقت. حلو، تعطينا شوية تفسير وتعريف للحوار الثقافي. نعم. وبعدين دوركم أنتم في مؤسسة التراث الطرابلسي في إذكاء هذا المفهوم أو إخراجه للرأي العام. بالتأكيد. نعم. بدأ زي ما ذكرت حضرتك يعني لسنوات متراكمة وعقود. نعم. ما كانش فيه هذا النوع ممكن أو تعودوا عليه. نعم. الناس، بمعنى أن مثلا يصير فيه مثلا اختلاف في وجهات النظر وتتحاور وتتناقش، سواء من ناحية حتى مثلا حتى من نظرتك إلى أي شيء معين. يعني نعم. الثقافة تفرض عليك أن أنت حتكون بالتأكيد يعني شخص المثقف، إنسان المدرك، إنسان سوي، هيفرض عليه سلوك معين. نعم. وحوار بشكل معين وثقافة بشكل معين، ومن من الطبيعي انه المفروض يكون بشكل راقي. يعني يبقى انا هو انسان مثقف ومتعلم. نعم. هذا الجانب يطرح من يكون هذا الشخص. نرجع ممكن سؤالك الاول، يعني من هو المتحاور ومن هو المثقف الذي يستطيع الحوار. نعم. او يستطيع ان يجادل، ان كان مثلا نرتقي بدرجه اكبر، ودائما نحن نستدرك وجادلهم بالتي هي احسن. صحيح. فالحوار يحتاج فعلا الى انسان يكون متعلم بشكل جيد، مثقف بشكل جيد، ملم. يعني الثقافه تطرحها ان هو مدى المعلومات او المامة بما يريد ان يحاور به. نعم. بالتاكيد مش حينطلق من فراغ، ولكن كل ما كان درجه المثقف اطلاع بشكل أكبر، كل ما كان يستطيع أن يتحاور معك ويستطيع أن يفيدك. حلو. وتصل معه إلى نتيجة بالدرجة الأولى. الجانب المهم في الحوار الثقافي هو، أعتقد أنا في وجهة نظري، هو أساس لحوارات الأخرى. نحن كمجتمع ليبي حاليا نحتاج فعلا إلى حوار ثقافي قبل أن نحتاج إلى أي حوارات أخرى، سواء مستوى الحوار الوطني، مستوى الحوار الديني، أو مثلا الحوار الاجتماعي وغيره. لأن الحوار الثقافي سيقودوه نخبة من المثقفين ونخبة من الأدباء والكتاب ومن أعتقد أهل الفكر في هذه الدولة. نعم. وبالتأكيد سيكون يضع خريطة أو يضع مثلا أسس أو يرسخ لارتقاء بمفهوم السلوك الاجتماعي اليومي للفرد. يعني هذا هو حجر العثرة بالنسبة لنا احنا كمجتمع ليبي. يعني حتى سلوكنا مع بعض اليومي داخل المدينة أو داخل المنطقة التي نعيش فيها، يعني نعم. سواء قرية أو مدينة، أو يعني الالتقاء اليومي والحوار اليومي هو هذا ما يصنع الدولة الحقيقة. نعم. أصلاً يعني نعم. يعني إذا كان الحوار دائما متجنج ومتعصب ودائما صدامي، فهذا حينعكس على الدولة. نعم. يعني ديما نعطي مثال بسيط، وهذا بصراحة افتقدناه أو يعني مر كلمح البصر. يعني نعم. بمجرد تحرير طرابلس في 20 رمضان
اعتقد كان 20 اغسطس نفس الوقت. نعم اي كانت يعني التعامل بين الناس سواء في الطريق وفي بشكل يعني ملائكي بصراحه. يعني حتى مثلا شخص مثلا تقع معه في حاله مرور مثلا يكون مثلا ممنون ومبتسم مبتسم يعني تقديم الافضليه للغير. يعني كان في اطراء للنفس بشكل كبير يعني. فشيء فشيء تحتقن هذه الامور يعني. اصبحت للاسف يعني النفوس اصبحت تتكدر يعني شابه بعض الشيء بالتاكيد. يعني كانت النفوس صافيه بشكل كبير يعني. كانت يعني بمجرد تحليه تراب يعني كانت الفرحه والبساطه ويعني الناس يعني كانت عفويه مع بعضها بشكل يعني تشعر انت في المدينه الفاضله بصراحه يعني. استاذ عبد المطلب نتكلم على الجانب المضيء الجانب الايجابي باعتباركم الان في مؤسس تراث طرابلسي. ما هي المساعي او المحاولات او نقولوا حتى الاشياء اللي قمتوا بها في من اجل تعزيز الحوار الثقافي؟ نعم ذكرنا في سياق هذه الحلقه عن الصالون الثقافي طرابلسي. هذا طبعا هذا ربما احد او ابرز هذه صحيح. المحاولات اللي قمتوا بها مشكورين طبعا وكانت بالتأكيد كان عمل جيد. لكن ربما بعض المشاهدين الان ما عندهمش خلفيه وربما ما تابعوش غير متابعين كانوا. نعم. صحيح فعلا. هو كجزء من الحوار الثقافي الفكري هو فكره الصالونات الثقافيه. طبعا فكره الصالونات الثقافيه هذه فكره ممكن غير 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 راسخه او غير متعمقه ومتجذره في الدوله الليبيه، ولكن مثلا في الشرق العربي او في مصر او في بعض الدول التي تسبقنا من ناحيه الانتاج الثقافي الانتاج الادبي هذه كانت منتشره. نعم. جدا. نعم. حتى في مطلع القرن العشرين يعني مثلا في مصر كان مشهور جدا مثلا صالون مي زياده مثلا، يعني كان يجتمع فيه نخب الادباء والكتاب ويتحاورون فيما بينهم. فايضا في احنا في طرابلس حاولنا ننتج، وان كان في محاولات اخرى يعني لا ندعي ان احنا اول من احدث هذا الصالون، ولكن في طرابلس فعلا كانت داخل البيوت تقام فعلا صالونات ثقافيه يلتقي فيها نخبه 10 و20 من الادباء يتحاورون يتبنون مثلا موضوع المواضيع. نعم سامحني بس المخرج يخبرني ان وقت البرنامج لم يبقى لك دقيقه واحده فقط. نعم. في نقول احنا في نص دقيقه ربما تحكي لنا على او المساعي اللي قمتوا بها من اجل الحوار الثقافي ربما لا تكفي بس. والله والله هو بامانه يعني الحوار الثقافي اللي احنا قمنا به كان فعلا صاروخ الثقافه الطرابلسي، وكان لتقريب وجهات النظر وايضا لوصول الى مثلا اشبه ما يكون بحلول او نتائج. نعم. ولكن نحن لسنا صنع قرار بالتاكيد، ولكن نحن نطرح فكر. نعم. نطرح مثلا شيء للنقاش. نعم. ونعمل من هم طبعا احنا دعينا حتى مثلا كانوا يحضروا بعض مثلا صناع قرار النافذين في الدوله الليبيه كانوا من الحاضرين في صالوناتنا الثقافيه. نعم. ونعمل منهم يستفيدوا وتكون هذه جزء من المشوره او جزء من الحل يطرح اليهم قدم كويس. استاذ عبد المطلب ان شاء الله لان موضوع المؤسسه تراث الطرابلسي موضوع شيق ومثير ومفيد ومهم ايضا. نعم. باذن الله سنحاول ان نفرد له حلقه كامله تتحدث عن هذا الموضوع ومشاريع مؤسسه تراث الطرابلسي اللي تعتبر المدير التنفيذي لها، وهذا جهد جماعي الحقيقه. احنا كنا نسعى ان احنا فعلا هذا الجسم الوليد طبعا. نعم. عمره يتجاوز 3 سنين حاليا. صحيح. صحيح. ولكن معظم من هم مؤسسين ومن هم اعضاء داخل هذه المؤسسه من هم لهم باع طويل جدا في انا كنت في هذا مطلب ومفاجاه ما بيش نحرقها تو في على برنامجنا اليوم. في عندكم مشروع اخر ترعاه مؤسسه طرابلسي بالتأكيد. ان شاء الله حنفردوا له حلقه كامله باذن الله تعالى. نشكرك استاذ عبد المطلب. شكرا لك على الاستضافه. شكرا في برنامج نقطه التقاء واثرائك لحوار اليوم اللي نتحدث فيه عن ثقافه الحوار ان شاء الله. شكرا شكرا لكم وساكر جدا استضافتكم وتحت هذه الفرصه في قناتكم الرائعه وفي حلتها الجديده ان شاء الله كقناه ثقافيه فعلا تهتم بتنوير فكر المواطن. بارك الله فيك استاذ عبد المطلب. أعزائي المشاهدين الحوار أو ثقافة الحوار هي أساس لنجاح الأب مع ابنه والزوج مع زوجته والصديق مع صديقه، والأمة القوية المتقدمة العزيزة هي التي تشيع فيها ثقافة الحوار بين أبنائها لا ثقافة الصراع. وكلما ابتعدت الأمة أو الوطن عن فتح آفاق للحوار عانى هذا الوطن من الأمراض الاجتماعية والحضارية كالتسلط والذل والكذب والخداع والغش
والتأخر عن باقي المجتمعات. نسأل الله أن تتوحد جميع الأصوات الليبية الداعية لحوار من جميع الجهات، ولا سيما الحوار الوطني، حتى تخرج بلادنا من هذه المحنة. نسأل الله أن يحفظ ليبيا وأن يحقن دماء أبنائها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.